زي ما بقول الدولة حطت يعني الموارد المطلوبة، ولكن يبقى إن حجم العمل عمل ضخم جدا جدا، وتحدي حقيقي إن احنا ننفذه في خلال المدة الزمنية اللي احنا ألزمنا نفسينا بيها إن احنا نخلصها خلال 3 سنوات. زي ما قلت قبل كده وبكرر الكلام تاني، إن في فرصة كبيرة جدا لكل الصناعة الوطنية التي من المفترض إن هي هتغذي كثير من مطالب أو الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة. حدي مثال صغير جدا، احنا كنا بنتحدث بالأمس مع السيد وزير الكهرباء ودولة رئيس الوزراء عن حجم المطالب اللي تم حصرها حتى الآن لموضوع الكهرباء للريف. احنا بنتكلم من 66 ل 70 مليار جنيه. كل الرقم اللي انا بتكلم فيه ده لقطاع واحد وقطاع الكهرباء فقط، لكن عايز اقول ده هو بيتكلم على المطالب، يعني اللي هي المواد اللي هيتم الانفاق عليها، غير حجم العمل اللي هيتم على الارض عشان هذه المطالب تبقى موجوده، يعني تتم تجهيز المواقع بيها. الموضوع المهم اللي انا بتكلم فيه ان كل هذه الارقام سواء كانت بقى لقطاع الكهرباء او لقطاع الصحه او لقطاع الاسكان او لقطاع الصرف الصحي وغيره، القطاعات دي كلها احنا بنقول للمصانع اللي بتسمعني دلوقتي واصحابها من القطاع الخاص، من فضلكم لدينا فرصة عظيمة جدا جدا ان احنا نعمل يعني قوة دفع كبيرة جدا للصناعة في مصر خلال 3 سنوات القادمين. ليه؟ لان احنا بنتكلم على ما يقرب من 500 مليار جنيه تم حصرهم حتى الان لتلبية او لتنفيذ هذه المبادرة.